هلا فادي، حابه ارحب فيك برنامج سيدتي. اهلا فيك. طبعا انت اخصائي وخبير شعر وحتقول لنا اليوم على علاج تساقط الشعر، بس اول شيء خلينا نبدا، ايش هي اسباب تساقط الشعر؟ اسباب تساقط الشعر مثل ما نعرف في اسباب وراثيه وفي اسباب عرضيه. الاسباب العرضيه فيها تكون نقص بالحديد، نقص بفيتامين دي، الغده بطيئه سريعه، في عندك الادويه المستعمله انتي ديبريسنت، في عندك ادويه مضادات الالتهابات، في طبعا الامراض الخاصه النسائيه بالنسبه للهرمونات، يعني الهرمونز لما بيلعبوا ممكن ياثروا بتساقط الشعر. وكيف نعرف الاسباب؟ كابيلوسكوب، ناخذ 8 شعرات من الشعر سكالب وبنفحصهم على الكابيلوسكوب وهو بيعطينا الدياجنوز شو اسباب تقريبا الهار، وبتكوني طبعا متبعتيها بفحوصات عند الجينيكولوج وعند عند حكيمك تتعرفي شو عندك نقص او شو القصص، عشان تبكلي كل الموضوع بدك تعملي له دراسه. كيف تقدر تخلي شعرك شكله أكثر صحي لو أنت تسوي بليتش كثير ولا تصبغه ألوان crazy colors؟ نقدر نقول بدك ترجع تضبط البي اتش بالانس. البي اتش بالانس بتضبط ديماسكيت، له علاج خصوصي، بس ما بدنا نخلط الجلدة مع الأطراف. يعني فيك تكوني أوقات شعرك دهني كثير وأطرافه منشفة، له شامبو خصوصي، أو كل بارت الجذور إلى علاج والأطراف لهم علاج. شكرا فادي، لوقتك صراحة كلام جدا مفيد.